بنبطط برضو بالعجين. اللي عندها النشابه دي تفرد بيها بتبقى حلوه برضو. اهي هتخلي لك كل العجينه بيبقى مستوى واحد وتشكلي فيها زي ما يعجبك. اهي قولوا لي بقى يا اختي يا ست الهوانم انت وهي، قولوا لي بقى ايه تاني بقى بتعملوه بقى غير الكحك؟ بتعملوا بقى الحاجات بتاعت ليبيا اللي هي المخروط والمقروط؟ لسه اقول لك المجرود. لسه مجرود. مجرود ده نوع حلويات برضو كده بالتمر، ودي السميد ودي العادي، بيبقى جميل قوي برضو، اساسي برضو في العيد. طب ده بقى بتعملوه ازاي بقى المقروط ده؟ مجرود مش مقروط. مجرود. ده بتبيتي السميد في زيت من قبلها بليله يعني. وبعدين تاني يوم تعجنيه مع شويه دقيق عادي، مع السكر مع الزبده بقى والسكر ويتعجن ويتبطط ويتحط عجوه في النص بميه زهر ويتقطع زي القراقيش. ولما يستوي تروحي عامله له عسل ومنزلاه في العسل. شربات زي الشربات. يعني هو لما يستوي يتعمل تعملي له عسل معقول زي الكنافه. ده بقى بتعملوه بقى. والغريبه برضو والمعمول برضو والمعمول كل حاجه. هو صحيح في ليبيا بيعملوا كحك بالملح؟ كحك مالح؟ كحك مالح. ده ازاي بقى؟ ده بدل ما تحطي سكر حطي شويه ملح، مفيش سكر خالص بقى. يعني بي بي بتحطي له بقى ملح كده، يعني بيبقى بس يعني كحك مملح. يعني عشان بقى اللي ما يحبش الحاجات اللي فيها السكر. ما شاء الله عليكم. ولازم الصبح بقى نفطر عصيده. عصيده لازم. بالعسل والسمنه البلدي، العسل الاسود او حاجه اسمها الرب. الرب ده التمر يعني. رب التمر يعني، بس بيبقى زي العسل الاسود سائل. بس سائل كده موجود هنا برضه في مصر. ده لازم الصبح الفطار. انتوا بقى بتسموا العيد ده بقى العيد الصغير زينا ولا بتسموه ايه؟ عيد الفطر عادي. عشان احنا عندنا العيد الصغير عيد الكحك والهدوم، والعيد الكبير عيد اللحمه والفشه والممبار. ست ام حسام. ايوه ازيك يا ست غالي، عامله ايه؟ اهلا وسهلا بيك يا ست الكل. ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ تسلمي، قاعدين نحضر للعيد اهو. كل سنه وانت طيبه حبيبتي. انا مامه مازن وكريم. مين؟ مامه مازن وكريم اللي قاعدين مع حضرتك. الاثنين دول؟ طب ارفعوا ايديكم. طب كلموا ماما. كلموا ماما، بصوا في الكاميرا وكلموا ماما. اي واحده، بصوا لاي واحده تعجبكم. اعملوا لها باي باي كده وكلموها. وانت طيبه، تسلمي. انا قلت بس اتصل بحضرتك لاني بحبك جدا واولادي بيحبوكي قوي. بسم الله ما شاء الله، يعني الله يخليكي، ده اولادك بسم الله ما شاء الله منورينا عاملين زي القمر. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي، ربنا يخليك. حتى ابني والله كان عاوز برضه يكلم حضرتك، يسلم عليك ويقول لك كل سنه طيبه. هاتيه وهو طيب. حسام باشا. الو، اهلا وسهلا يا فندم. ازي حضرتك؟ والله بحب حضرتك قوي وبحب اكلك ونفسي اجي العفاية النهارده في الكاز. لا يا ريتك كنت جيت، كنت شلت جت وديت الفرن. خلاص بقى خليها مره ثانيه. ماشي المره الثانيه بس وعد. ان شاء الله. ان شاء الله تقعد انت واحمد جوزي، انت تودي الصباط وهو ينقش. خلي بالك انا جوزي بعد ما بنخلص الهوا اي عجينه بتفضل بيقعد يروشها لي هنا. انا هعمل كده يا جماعه. ماشي. شكرا ليك يا حبيبي، شرفتنا.